الصوت واضح عندكم؟ حد يقول لي اه او لا؟ اه دكتور واضح. تمام. صباح الخير يا اولاد. النهاردة هتكلم على تاني محاضرة. احنا اول محاضرة اتكلمنا عليها على البيولوجيكال كونسيدريشن. النهاردة انا هتكلم على موضوع مهم قوي بالنسبة لنا اللي هو سيليكشن اوف سيوتابل ريستوراتيف ماتيريال. ازاي اعمل سيليكشن للسيوتابل ريستوراتيف ماتيريال؟ زي ما انتم عارفين ان انا ما عنديش ايديا ريستوراتيف ماتيريال، لكن انا عندي different types of restorative material. دي each one of them can be used successfully in certain cases. يعني ان نوع معين من الحشو ممكن استخدمه في حالات معينة with success. يعني لو بستخدم الامالجام في البوستير اريا، لو استخدمته في الانتيريور تيس هيبقى في الحالة دي يبقى مهواش، هيبقى with the same rate of success، مش هيبقى بنسبة النجاح. لكن انا عندي different types of frustrations اللي انا بعمل selection، والselection of suitable restorative material مهم قوي for the success of the final restoration. يعني بيعتمد على ال percentage of success، او لو عندي failure في الحشوة اللي عندي ممكن توصل ل40% لو انا عملت improper selection او improper manipulation للrestorative material. من هنا احنا بنتكلم في الشابتر ده على ازاي اعمل selection للsuitable restorative material. Should stop the process present or already present. The disease is alive. دي الانواع من الليجنز افكت الهارد دنتال تيشو. يبقى اول حاجه ان هو should stop further progress of lesions and او in the heart tissue او loss of the tissue of the tooth. ايه اللي بيعمل الكلام ده؟ سواء ان هو ال progress of the lesion او lesions affect the heart dental tissue and cause the loss of the tooth structure زي caries, erosion, attrition, abrasion. مش بس كده، ده المفروض انه prevent its recurrence. يبقى كمان الحشو اللي انا prevent the future recurrence of caries. كمان it should restore function. وبعدين انا هقول it should restore. يبقى ريستور دي ممكن اطلع منها زي ما قلت لكم زمان ثلاث جمل. اقول ان هو it should restore normal function اللي هي الماستيكيشن، وان لازم وانا بعمل الكارفينج لي او ريستوريشن للانتيريور تيس لازم اعرف ان هي it should be provided with incisal edge عشان يعمل بايتنج، عشان يعمل كاتنج للفود. او لو بستخدم في الكماين لازم اعرف ان الكماين دي prominent cusp with mesial and distal slope عشان اعمل tearing للفود. في البوستيريور تيس اللي هي premolars and molars لازم بعمل ان يبقى عندي في cusps و ridge اللي قلنا انهم act as a pistils، and لازم يبقى في larger size groove وفصة اللي هم بيشتغلوا كمورتر زي ما بقول. لو زمان تفتكروا قلت لكم ان هو بيبقى زي المورتر والبيستولز الهون وايد الهون، الكاسبس والريدج بتشتغل زي ايد الهون، والمورتر اللي هي بيبقى فيها الاكل اللي هي الجروف والفصه بحيث انه يعمل لي كراشنج للفود. ده ريستوريشن اوف نورمال فانكشن. كمان بنعمل اللي هو it should restore النورمال الستاتيك. It should restore
in speech defect. It should restore in speech defect, which should restore a normal insect. هو المفروض انه restore and maintain الانتجريتي of dental arch, بيحافظ على قوة الدنتال arch بتاعه. يبقى it should restore and maintain integrity of dental arch. وهنا نقدر نزود انه كمان also بيعمل protection للsurrounding supporting structure such as البريدونشيا والجينجر. The physiologic occlusal load لازم يبقى strong enough to withstand the force of oscillation without fracture. وهنا برضه أقول إننا بنقول how to sustain normal physiologic occlusal load. كمان بضيف إنه and support and protect the remaining hard dental tissue. مش بس بيحافظ إنه هو ما يكسرش, ده كمان بيحافظ لي على surrounding sound tooth structure. It should maintain the bulb vitality. إن هو protect and maintain the bulb vitality. حاجة مهمة قوي إن restoration بتاعي ما يعمليش irritation للبلب أو inflammation للبلب. دول اللي هي the requirement of ideal restoration. لكن unfortunately أنا ما عنديش ideal restorative material. لكن عندي قلنا requirements for ideal restorative material. لكن انا الوقت هعمل سيليكشن للريستوراتيف ماتيريال. عندي فاكتورز انفلونسينج فاكتور افكتنج سيليكشن او سيوتابل ريستوراتيف ماتيريال. عندي 3 مين فاكتورز افكتنج السيليكشن اوف ذا سيوتابل ريستوراتيف ماتيريال. اول فاكتور اللي هي بنقول الافيلابل ماتيريالز افيلابل ريستوراتيف ماتيريالز related factor. يعني الفاكتورز اللي هي بتتعامل او مختصة بالايه الريستوراتيف ماتيريال اللي موجودة عندي. تاني فاكتورز اللي هي فاكتورز related للاوبريتور او operator related factors. تالت حاجة اللي هي patient related factors. يبقى انا هتكلم على فاكتورز affecting selection of suitable restorative material. هتكلم الاول على الفاكتورز اللي هي available restorative material related factor. ايه الفاكتورز اللي هي بتبقى مختصة بالrestorative material او بتأثر في اختياري على suitable restorative material وبتكون related للrestorative material. الفاكتورز التانية دي بتبقى للoperator. وإيه الفاكتورز اللي هي related للأوبريتور فبقول عليها أوبريتور related factor. أو إيه الفاكتور related to the patient, related to the patient اللي هو general condition of the patient, the oral cavity of the patient, the tooth which will be restored, كمان cavity which will be restored. هنتكلم على أول فاكتور اللي هو ال available restorative materials related factor. عارفين ان الريستوراتيف ماتيريال اللي عندنا ده ممكن بنقسم لي زي ما قلنا زمان permanent و temporary. والpermanent ممكن يبقى direct و indirect, والdirect وال indirect ممكن يبقوا metallic and non ميتاليك زي ما احنا شايفين عندنا في التقسيمة. او التمبري برضو بقول انه هو ممكن يبقى دايركت اندايركت, والدايركت زي ما احنا شايفين تحت الكولمز او الدياجرام اللي قدامي بيقسم لي الريستوراتيف ماتيريال سواء ان هي تمبري او بيرمننت, وكل واحد فيهم بيبقى ليه دايركت تكنيك واندايركت والزياده في البيرمننت احنا قسمناهم لميتاليك اند نون ميتاليك.
هنقراها ونشوفها وقبل كده ايه خدناها، اللي هي المجموعة الرسورة الماتير اللي عندي، اللي هي امالجام وجلاس اينمر وريزن كومبوزيت وكاست جولد وسيراميك. دوري بقسمهم في البيرمننت ريستوريشن انتو دايركت واندايركت، ايه فيهم اللي بستخدمه دايركت وايه اللي بستخدمه اندايركت وايه اللي فيهم بستخدمه دايركت واندايركت زي الريزن كومبوزيت، والتمبري ريستوريشن زي ما بنقول في عندي دايركت واندايركت. الدايركت كلها عارفين ان هي ريدي ميد ريدي ميد تمبري فيلينج، وعندي الزنك اوكسيد ايجينول والزنك فوسفيت والزنك بولي كربوكسيليت، كل دي دايركت او الجلاس اينمر ممكن بستخدمه از تمبري ريستوريشن. اما الاندايركت فعندي الجتا بيركاستكس، ودي حاجه بنقول هيستوريكال او قديمه ما عندناش بنستخدمها، لكن الوقت ممكن نستخدم الاكريليك ريزن. اللي هنبدا نتكلم على اللي هي اعمل اسسمنت، اعمل ايفالويشن اون ذا يوزد افيلابل بيرمننت ريستوريشن. وعشان اعمل الاسسمنت او اعمل ايفالويشن اوف ذا يوزد افيلابل بيرمننت ريستوريشن، هتكلم على مجموعه من الخصائص. اول حاجه هتكلم عليها اكوردنج تو البايو كومباتبيليتي، والبايو كومباتبيليتي بنقول ريفيرز تو هاو ويل ذا ماتيريال كوكزيست، بتتفاعل بتتداخل وذ ذا بايولوجيكال ايكويليبريم اوف بوث اوف ذا توس اند البادي سيستم. وزي ما قلنا زمان ان انا عندي البيولوجيكال بروبرتس لاي ريستوراتيف ماتيريال اللي احنا قلنا ان هي ات شود بي نون توكسيك، ما تعمليش توكسيك برودكت، نوت ايريتانت، ما هي ما تعملش ايريتيشن، نوت تو بروديوس اليرجيك رياكشن، نوت تو بي كارسينوجينيك، نوت تو بي كاريوجينيك. يبقى الماتيريال اللي عندي عشان تبقى بايو كومباتبل المفروض ان هي تبقى not to be toxic, not to be irritant, not to produce allergic reaction, not to be carcinogenic, not to be cariogenic. طيب لو انا هتكلم على different material اللي عندي من الخصائص دي عشان اشوف كل material من ناحية هل هي biocompatible، هل هي biologically inert، ولا produce اللي هي toxic او side effect او harmful effect على ال oral tissues او على ال body system. اول حاجة عندي اللي هو metallic restoration. metallic restoration ممكن تسبب لي مشاكل انها بتعمل thermal and galvanic shocks. طب عندي ال amalgam restoration ممكن الميركوري توكسيستي. عندنا الريزن كومبوزيت عارفين ان هو بيعمل بلومرايزيشن شرينكج اند بيعمل لي مايكرو ليكج، بيعمل جاب بتوين الريستوريشن والتو ستراكشر، وده بيبقى طريق للسلايفا للمايكرو اورجانيزم للفود ديبريس ان هي تو باس او انجريس بتوين التو ستراكشر والريستوريشن على اساس انها تعمل مايكرو ليك. والمايكرو ليك انتوا عارفين السيكولا بتاعه ان هو ممكن يعمل لي ديسكالريشن، يعمل لي هايبر سنسيتيفيتي، يعمل لي ريكورنت اوف كيرز، يعمل اريتيشن للبل، يعمل لوزنس للريستوريشن، يعني الريستوريشن ممكن بيقع افتر لونج تايم لان بيحصل ريكورنت اوف كيرز، ممكن انه بيخلخل او بيقلل الريتينشن. ايه كمان؟ انا عندي الجلاس اينمر ده باي كومباتبل ما بيعملش حاجه، كمان السيراميك ريستوريشن بتبقى باي كومباتبل، كمان انا عندي قبل كده لو اقول الكاست جولد، الجولد كمان باي كومباتبل، لكن لو هقول اليوتينج سيمنت، اليوتينج سيمنت، اليوتينج سيمنت may cause chemical irritation to the body. يبقى أنا درست different materials عندي من ناحية إيه الـ biocompatibility.
تاني خاصية هتكلم عليها او تاني مجموعة بقى. الاول احنا اتكلمنا عن باي كومباتابيليتي، المجموعة التانية according to physical properties. وانتوا عارفين الفيزيكال بروبرتيز اكتر من بروبرتي موجودة. اول حاجة هتكلم عليها اللي هي الاندستراكتابل، معنى تاني الماتيريال should be insoluble in the oral fluids او in the saliva. ان احنا الرسولاتيف ماتيريال must be perfectly insoluble in the fluids of the mouth irrespective بدون النظر على الطيب of restorative material and pH fluctuation. ال pH fluctuation ما نكون ما بشرب حاجات acidic او alkaline او الفود بيحصل له fermentation وممكن بيبقى فيه عندي acidic media او alkaline media، دي اللي بنسميها pH fluctuation. هنا ايه ال different type of material عندي وايه الرياكشن بالنسبه للسلايفا والاورال فلويدز. انا عندي الميتاليك ريستوراتيف ماتيريال والسيراميكس والكومبوزيت ساتيسفاي ذيس ريكويرمنت بيناسبوا الايه او يعني ما بيعملوش اي ما يعني انهم بيبقوا استيبل ما بيبقوش سولوبل في السلايفا or any fluids taken by the oral cavity سواء الكحوليك سواء اللي هي البيفرجيس او سواء الكافي والتي والبيبسي. كل الحاجات دي المفروض الريستوراتيف ماتيريال should be insoluble in the oral fluids او في السلايفا. اللي بيوافق البروبرتي الميتاليك ريستوراتيف ماتيريال السيراميكس اند كومبوزيت هم بيبقوا ستيبل وانسولوبل ان ذا اورال اي كافيتي، لكن الجلاس ايونومر سيمنت فيلز ان ذيس بروبرتي. يعني احنا عارفين ان الجلاس ايونومر السولوبيلتي بتاعه عاليه ممكن يحصل له ديس انتجريشن ويحصل له ديس كالريشن. تاني خاصية في الفيزيكال بروبرتيز هتكلم عليها اللي هي مهمة قوي دي اللي هي chemical adhesion with the surrounding and the surrounding hard tooth structure. والchemical adhesion بنقول ان هي الability to cavity wall الكافيتي وول and margins، يبقى it's the adaptability to cavity and margins. adaptability to cavity walls and margins اللي هتاخدها ايه the restorative material will be made ليه to attain and maintain عشان تاخد ويستمر under oral condition. يبقى انا عندي chemical adhesion اللي هي adaptability of the cavity walls and margins امتى in to that the restorative material will be able to attain and maintain under the oral condition under different oral condition under زي ما بنقول ال pH fluctuation under the thermal changes under the traumatic stress. مفروض ان the restorative material تبقى chemically bonded مع the tooth structure ما بتتأثرش بال changes في ال pH او التمبريتشر اور التروماتيك ستريسز. زي ما قلنا ان المارجنال ادابتيشن المارجنال ادابتيشن ممكن بقول عليها مارجنال انتجريتي يعني قوه المارجن، ممكن اقول عليها الكافيتي سيل. كافيتي سيل اللي هي درجه تلييس درجه قفل الماتيريال او درجه التحام الماتيريال مع الكافيتي walls and margins. وقلنا circular of micro leakage او ان احنا بنقول هنا ايه بنقول marginal adaptation and cavity seal by the restoration is essential to prevent هيمنع ايه اللي انا قلت ان هو هيمنع ingress of fluids bacteria and other irritant. ده كمان
هيمنع البوست اوبرتيف هايبر سنسيتيفيتي، هيمنع الريكرنت اوف تيرز، هيمنع البلب ريتيشن، وهيمنع الديسكالريشن. دايما بنقول ان المايكرو ليكج بتعمل ايه؟ بتعمل هايبر سنسيتيفيتي، بتعمل ديسكالريشن في الدنتين حوالين الريستوريشن، بتعمل ريكرنت اوف تيرز، ممكن بتعمل بلب ريتيشن، وممكن بتعمل ديسكالريشن of the restoration and the tooth destruction. طيب انا عايز اقول اللي هي ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لي dimensional instability، ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لي change in dimension of restoration after insertion inside the cavity. انا عندي two factors بيعملوا تشينج في الدايمنشن. اول حاجه السيتنج رياكشن العادي، السيتنج رياكشن ممكن يعمل لي كونتراكشن اور اكسبانشن. تاني حاجه اللي هي الديفرنسز ان كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن، ولازم الريستوراتيف ماتيريال هاف ا كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن سيميلر تو ذات او فيري كلوز تو ذات اوف ذا توث. ايه الثيرمال ايه كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن؟ ده خدناه قبل كده كتير، وكلكم ريستورد توث لو سبجكتد للتشينجز اوف تمبريتشر او الثيرمال تشينجز، المفروض ان ريستوراتيف ماتيريال اكسباند اور كونتراكت وذ ذا سيم ريت to أو with the same rate of the tooth structure. يعني إن الريستوراتيف ماتيريال لما بيتعرض لحرارة سواء too extreme too high or too low temperature، المفروض the expansion or contraction of restorative material should be equal or should be relatively close to the tooth structure. يعني الاثنين يتمددوا بنفس الريت وينكمشوا بنفس الريت، ودي بنسميها اللي هو لو عندي high coefficient of thermal expansion والrestoration عمل expansion او contraction اكتر من tooth structure، بنسميها marginal percolation. marginal percolation لكن فرقها عن المايكرو ليكج ان المايكرو ليكج occur due to البلومرايزيشن شرينكج اوف ريزن كومبوزيت. اما الريزن كومبوزيت يحصل له شرينكج فبيعمل جاب، دي بسميها مايكرو ليكج. لكن لما الجاب ده بيحصل ديو تو الهاي كوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن بسميها مارجنال بيركوليشن. هنا اهو بنقول ان التوث اند ريستوريشن ويل اكسباند and contract differently. يعني ده لو في عندي high coefficient of thermal expansion when subjected to temperature change leading to marginal percolation. طيب الوقت fortunately يعني من حسن الحظ ان the introduction and application of adhesive dentistry حللي المشكلة دي، ونقول ان الادابتابيليتي اوف نيولي ديفلوبد اديسيف ريستوريشنز هاز امبروفد. يعني ان المشكله دي الى حد كبير لما بدانا نستخدم الادهيسيف دنتري اتحلت مشكله المايكرو ليكج الى حد كبير، لان المايكرو ليكج حتى الان ما, 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 ما مش قادرين نعمل اليمينيشن ليها بالرغم من الهيوج امبروفمنت في الماتيريال في التكنيك في الاكويبمنت في الادهيسيف سيستم، الا ان برضو ما زالت مشكله المايكرو ليكج ما نقدرش نقول انها 100% انها حصل لها اليمينيشن. طب نتكلم عن الماتيريالز اللي عندنا المختلفه، هنقول الامالجام ريستوريشن. ده الامالجام ريستوريشن بنقول ان هو فيه يونيك بروبرتي اللي هو بنقول عليه سيلف سيلينج ريستوريشن، ان هو انكريز الادابتابيليتي باي تايم. ليه؟ لانه بيعمل كوروجن برودكت،
corrosion products دي بيحصل لها precipitation في ال interface between restorative material and the cavity wall، فيبدأ يعمل لي sealing with time اللي يعمل يعمل blockage للسبيس، أو بنقول عليها إن هو بيبقى self-sealing restoration، يعني بيعمل improvement للmarginal integrity with time. طيب تاني ماتيريال هنتكلم عليه اللي هو الريزن كومبوزيت، وده عنده مشكلة المشاكل في حكاية إن هو في الادابتابيليتي على الكافيتي وول، فبنقول do not adhere or adapt to the cavity wall. ليه؟ أول حاجة إن هو have lack of adaptability على الكافيتي وول. ليه؟ لأنه هو have hydrophobic property. هو ال resin composite their hydrophobic nature. hydrophobic nature غير محب للووتر، يعني ان هو ما 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 بيتحدش مع التوث استراكشر. احنا عندنا hydrophilic اللي هو بيبقى محب للووتر ويتحد في وجود الووتر، اما الهيدروفوبيك فده غير محب للووتر وبيبقى مشكله انه يتحد مع الكالسيوم والفوسفيت اللي هم موجودين في التوث استراكشر. كمان المشكله اللي كلنا عارفينها اللي هي بوليمرايزيشن شرينكج، وكمان الهاي كوفيشن اوف ثيرمال اكسبانشن او الديفرنت كوفيشن اوف ثيرمال اكسبانشن، كل دول هيعملوا لي مايكرو ليكج ويعملوا لي الجاب بين التوث استراكشر والريستوريشن. سو they need a cohesive system of high bond strength to both enamel and dentin. لذلك هنا بنقول ان احنا بنستخدم الادهيسيف سيستم. ايه كمان من الماتيريالز اللي عندي؟ انا عندي الجولد فويل. الجولد فويل ده يمكن ما يعني ما عندناش بنستخدمه، اولا لانه التكنيك بيبقى ديفتر تكنيك وكمان بيبقى الاكسبنسيف، لكن ان هو كان بيجيب نتائج كويسة، لكن الجولد فويل برضو بروفايد ساتسفاكتوري ادابتيشن ويز ذا كافيتي وول. كمان عندي اللي هو الجلاس ايونومر ريستوريشن، وده اللي هو ذا اونلي ريستوراتيف ماتيريال ذات هاف سيلف ادهيسيف بوتنشال، ان هو بيعمل لي كيميكال بوند مع الكافيتي وول. يعني هنا بنقول انه هاف سيلف، ممكن اقولها بطريقه ثانيه، انه هاف سيلف ادهيسيف بوتنشاليتيز اند كيميكال بوندينج ابيليتي. اخر حاجه اللي هي الكاست ريستوريشن، وزي ما انتم عارفين الكاست ريستوريشن يبقى انا بعمل سيمنت، بجيب اليوتينج سيمنت عشان اعمل سيمنتيشن للاندايركت ريستوريشن. طب السيمنت هل ده بيبقى مظبوط؟ السيمنت بيبقى هاف بيبقى بيعمل لي بور مارجنال ادابتيشن. ليه؟ لان السيمنت سولوبل، فبنقول ديو تو ذا سولوبيليتي اوف ذا ليوتينج سيمنت. يبقى اليوتينج سيمنت بتبقى سولوبل، فبيبدا ياثر ويز تايم على المارجنال انتجريتي وهيأثر على المارجنال ادابتيشن. يبقى انا في المجموعه الثانيه بدأت أتكلم على السولوبيليتي، واتكلمت على تاني حاجة اللي هي الأول حاجة السولوبيليتي، تاني حاجة بتكلم على الأدابتابيليتي تو كافيتي وول، تالت حاجة هتكلم على الفيزيكال بروبرتيز. هتكلم هل الريستوريشن عندي ده سترونج انف تو ويزستاند الاوكلوزال او الفيسيولوجيك اوكلوزال لود او الفورس اوف ماستيكيشن ويزاوت فراكشر، اند ان ذا سيم تايم بيبقى بروفايد سبورت للريمينينج توث استراكشر. فهنا هنتكلم على ويزستاند فانكشنال فورسز ويزاوت فراكشر. الريستوراتيف ماتيريال هنا عندي
لازم تبقى have good strength against all the type of functional stress. طب ايه types of functional stress؟ انا عندي تنساهل وكمبريسر وشير and impact اللي هو الامباكت اللي هي بتبقى قوة فوق يعني بتبقى هاي فورس فور شورت تايم بتبقى لحظية وظهر زي ار ستاتيك اور دايناميك يعني اول تايبس اوف استريسز سوبر بينج اللي بتطلع ديورينج الفورس ديورينج الماستيكيشن اوف فود. مش بس كده ده وهتشوت بروتكت ذا سراوندينج هارت تو ستراكشر فروم فراكشر يعني ان هو وشود الريستوريشن بتاعي وزيستاند الفورس اوف كوسكيشن وفي نفس الوقت هيحمي السراوندينج تول ستراكشر. في كمان خاصيه مهمه كنت قلت لكم عليها واحنا بنتكلم على ان هو شود هاف هاي سيرفيس هارنس وهاف هاي سيرفيس هارنس. ليه؟ لان الريستوريشن اللي هو ويز هاي سيرفيس هارنس ممكن بياخد تو اتين اند ريتين ذا سموث سيرفيس لاست او سموث لاستراس سيرفيس يعني بيديني السطح بيبقى ناعم وبيبقى بيلمع وبيبقى سموث. يبقى هنا اخر جمله هنا بتقول it should have a high surface hardness to retain its high surface او to obtain a high smooth lustrous surface. مش surface hardness لكن ان هو بيديني smooth surface. طب smooth surface الاولان الهارد لو انا عندي ريجولار سيرفس هيعمل لي مشاكل. ايوه هيعمل لي مشاكل. ولذلك ان احنا بنقول ان الريستوراتيف ماتيريال اللي هي بتبقى ميتاليك النيتشر بتبقى هاف هاي سيرفس هاردنس او البورسلين ولما بلمعها او بتبقى تديني هاي سموث سيرفس. طب لو انا عندي راف سيرفس الراف سيرفس هيعمل ايه؟ راف سيرفس ده ممكن يعمل لي irritation للجنجبة ممكن يعمل لي collection of black لأنه هيعمل retain and hold food debris مع الميوسين مع البكتيريا يبدأ يعمل لي black. ده كمان ممكن يعمل stress concentration area الحتت الريجولار دي بتجمع لي الستريسز زي التنسايل وزي الشير وزي الكمبريسيف ويحصل فراكشر للريستوريشن. ده كمان الرف اريا مع السموس سيرفيس اريا ممكن يعملوا الكتريك كارنت ويبداوا يعملوا لي كوروجن برودكتس ويزودوا لي الكوروجن برودكتس. يبقى الرف سيرفيس بيبقى انكومباتبل مع الجينجر بيعمل لي بلاك فورميشن بيعمل لي بيزود لي الكوروجن بتوين الرف سيرفيس والسموث سيرفيس. ده كمان بيشتغل از ستريس كونسنتريشن اريا اللي هي بتجمع لي بتعمل كونسنتريشن الديفرنت تايبس اوف ستريسز من اول التنسايل والكمبريسيف والتشير والامباكت في المنطقه اللي هي رف سيرفيس بحيث ان ممكن يحصل بريك داون او سبليتنج لي. طيب هتكلم على كل الماتيريالز اللي عندي. انا بعمل سيليكشن فالمفروض اشوف ايه اللي هيناسبني بالخاصيه دي. هنجد ان بوز جولد اند امالجام هاف ساتسفاكتوري سترينث بروبر. يبقى الجولد والامالجام اقويه هاف ايه انف سترينث تو ويزستاند الفورس اوف ماستيكيشن. لكن الامالجام هل هو على الاطلاق بهاف هاي كومبريسيف وهاي تنسايل وهاي شير سترينث؟ لا الامالجام هاف هاي كومبريسيف سترينث لكن هاف لور شير اند
الدين صاحب بيستنس amalgam restorative suffer from low tensile and shear strength لانه هو brittle material and tend to creep كمان ده من عيب الامالجم. طيب تاني restorative material عندي هتبقى الجلاس اينما والجلاس اينما زي ما انت احنا عارفين ضعيف كان not resist الوير. طب الريزن كومبوزيت ما هو برضه suffering from wear يبقى الريزن كومبوزيت suffer from decreased wear resistance يبقى هنا بالنسبة لي الفيزيكال بروبرتس ان هو it should be strong enough to withstand the force of mastication and in the same time provide protection to the surrounding to the structure بنقول ان both الجولد and the amalgam have satisfactory strength however الامالجم فيه مشكلة لكن الجلاس ينمر والريزن كومبوزيت بيبقوا cannot resist wear. هنتكلم برضو في الفيزيكال بروبرتس على المينتين الدايمنشنال ستابيليتي انسايد ذا كافيتي دي يمكن انا اتكلمت عليها وقلت ان انا عندي تو فاكتورز افكتنج الدايمنشنال ستابيليتي. اول حاجه قلنا ان الريستوريشن ماي اكسبت دايمنشنال تشينج ان ذا فورم اوف يا اما هيعمل اكسبانشن يا اما هيعمل كونتراكشن وده ممكن due to a normal setting reaction أو due to differences in coefficient of thermal expansion وشرحناها. طب الاكسبانشن هيعمل لي expansion يعني restoration تجدد يعني restoration طلع بره border of the cavity فبنقول ان الاكسبانشن cause marginal overhang الحروف بتاع restoration طلعت بره الكافيتي بوردر فبنقول عليها مارجنال اوفر هانج. ممكن الاكسبانشن يعمل لي بريشر على الدنتين ويسبب ديسكمفورت تو ذا بيشنت. زي ما بنقول المارجنز ماي بروتيود اند فراكشر ما انا لو طلعت لو تخيلت ان الكافيتي مارجنز بقت نوت بروتكتد باي الريستوريشن المارجنز اوف ريستوريشن بقى نوت بروتكتد باي الكافيتي ممكن نقول عيان بياكل الحروف اللي طلعت بره دي او البروترودد ريستوريشن هيحصل له فراكشر وده انكريز التشانس فور ريكرنس اوف كيرس. طب العكس لو انا حصل كونتراكشن ده هيديني المايكرو ليكج والمايكرو ليكج ده بيبقى زي ما قلنا هيعمل لي هايبر سنسيتيفيتي للدنتين هيعمل لي مارجنال ديسكالاريشن هيعمل ريكورنت اوف كيرز هيعمل لوزنس اوف ريستوريشن. طيب بالنسبه للديفرنت تايب اوف ماتيريال اللي عندي انا عندي جولد اند سيراميك ار سيوتابل انسايد زير كافيتيز are stable inside the air cavity يعني ان هم fulfill this requirement. عندي الامالجم ممكن may contract بس احنا بنعتبر الامالجم حتى لو في slight contraction بنقول ان هي clinically non-significant بتبقى حوالي 10 مايكرون او 20 مايكرون يعني بنقول عليها ان هي non significant يعني غير مؤثرة. لكن الامالجم زي ما انتم عارفين ان هو الاول ممكن بيعمل contraction لكن لو انا عندي excess mercury او حصل contamination بنقول ان الامالجم they may expand due to their excess mercury طبعا ده مش صح قوي او الموتشر contamination. الكومبوزيت ريزن بيبقى شرينك ديورينج ذير بولمرايزيشن. الجلاس ايونومر ليس دايمنشنال تشينجز اند زي دو نوت كرييت مارجنال ليكج لكن برضو هنا في نقطه الجلاس ايونومر ان هو ويز تايم بيحصل ديسنتجريشن ل
الريستوريشن السوليبيليتي بيبقى ديزولفد ان الاورال سلايفا او في الاورال فلويدز، فده فيما بعد ويست تايم ممكن بيأثر وبيعمل مايكرو ليكج ديو تو ديسنتجريشن اوف الريستوريشن مارجنز. الخاصية اللي هتكلم عليها بقى اللي هي الاستاتيك بروبرتيز، الاستاتيك بروبرتيز اللي هي بنقول الاستاتيك ابيرنس، زي ما احنا عارفين ان هي الريستوريشن شود سيميوليت ذا ناتشرال توث، وعلشان تبقى سيميوليت الناتشرال توث لازم سيميوليت الكلر اوف او بيبقى بسيميوليت الكومبايند كلر اوف انامل انتيتي. فبقول to simulate the color of the tooth, the restorative material is required to have the combined color of enamel and dentin. لازم وانا بختار ال 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 correct او suitable color، المفروض ان انا احط في دماغي ان انا بعمل restoration دي الكلر of both enamel and dentin. طبعا شيء طبيعي المثال فيلز ريستوريشن بعيده خالص انها تعمل سيميوليشن للناتشرال توث. عندنا الحاجه اللي هي ممكن تبقى بنقول عليها استاتيك ريستوريشن زي السيراميك زي الريزن كومبوزيت عند جلاس انه سواء انها بتبقى as a restoration او in combination، ممكن اجمع الريزن كومبوزيت مع الجلاس اينومان ده satisfy this requirement. كومبوزيت ريزن لكن with time كومبوزيت ريزن by time ممكن exhibit discoloration. كمان الجلاس اينومان their change over time due to solubility زي ما قلت لكم in the oral fluid. يبقى هنا بقول metallic restoration fail this property، لكن الceramic resin او الceramic او resin composite and glass ionomer fulfill this property، بالرغم ان الcomposite with time بيحصل له discoloration والglass ionomer with time بيحصل له disintegration لانه هو بيبقى soluble in the oral fluid. Other materials properties. Other material properties اللي هي بنقول ease for manipulation او convenience of manipulation والprice او الcost. فبقول هنا اللي هي convenience of manipulation. وبنقول ان restorative material must be easy to fabricate without detailed procedures. مش لازم يبقى عندي العملية كبيرة وفيها يعني فيها details كتيرة أو expensive special equipment زي في البورسلين والجولد محتاجة ل فيرنس ومحتاجة ل لبرن اوت فيرنس وكاستنج ماشين وسلم فيرنس بتبقى مكلفه وبتبقى محتاجه لديتيلد ديتيلز ميني ديتيلز عايزه طرق طويله وليها تفسيرات كتير. فالديفرنت تايب اوف ماتيريال عندي الاسهل واحد فيهم الامالجام از بيست ان ذس ريسبكت، يليه الكومبوزيت ريزن اند جلاس اينومر. الجولد فويل مش اي دينتست كان بي يوز لان التكنيك بتاعه بيبقى صعب. بنقول it is not easy to condense by الافريج اوبريتور، يعني لو الاوبريتور ما هوش ويل تريند على الجولد فويل بيبقى صعب انه يشتغله. لكن الصعب بقى عندي اللي هو الجولد والسيراميك ريستوريشن دي نيدز هاي سكيل ان فابريكيشن. طب بالنسبه للريزنبل كوست
amalgam is the cheaper than gold. Ceramic is the most expensive. Glass ionomer relatively near composite in cost. كده يبقى احنا خلصنا الفاكتورز related to the restorative material. لكن هنا بنقول it seems that we do not have زي اللي قلت لكم اول محاضرة ideal restorative material. It seems that we do not have as yet لحد الوقت the ideal restorative material which fulfills the required property. For this reason, لهذا السبب, we have to compromise, نواكب أو نظبط to select the restorative material which is the most suitable for the particular case. أنا بختار الـ restorative material اللي هو هيبقى most suitable for each case. وممكن أعمل combination between two restorative material علشان to fulfill اللي هو to be suitable for a particular case. انا عندي الفاكتورز related to the patient. عندنا فاكتورز related to the general condition of the patient. هنتكلم بقى على الفاكتورز اللي هي related للعيان. اول حاجة هتكلم عن فاكتورز related to the general condition of the patient. أتكلم على الايج والسكس والاوكيوبيشن. فاكتورز تاني حاجة related to the oral cavity. شكل الاورال كافيتي, هل هو good oral hygiene, bad oral hygiene, high caries incidence. عندي فاكتورز related to the tooth to be restored. السنة اللي هي موجودة دي هل هي anterior teeth, posterior teeth, هل فيها looseness, هل الفورم بتاعها big shape or hypoplastic tooth. الفاكتورز related to الكافيتي to the cavity to be restored, هل هي small, هل هي large, هل هي في الاوكلوزر سيرفيس او في البكر سيرفيس او في البروكسيمال سيرفيس. دي كلها الفاكتورز اللي احنا بنقول عليها. ابدا اتكلم الوقت انا بتكلم تاني على الفاكتورز ريليتد تو ذا بيش. اول فاكتورز هتكلم عليها فاكتورز ريليتد تو جنرال كونديشن اوف ذا بيش. فاكتورز ريليتد تو ذا جنرال كونديشن اوف ذا بيش هتكلم على اول حاجه البيشن ايج. لو عندي يانج بيشن يبقى اليانج بيشن cannot stand a long chair side time. ما يقدرش يقعد مدة طويلة تحت او cannot stand long operation. يبقى هنا بنقول اول حاجة في اليانج ايج cannot stand long dental chair side. طب بيرفير ايه؟ بيطلب ايه؟ دايما اليانج ايج بيشنت بيطلب الاستاتيك ريستوريشن. طب الميدل ايج ده بيرفير الراجل بقى عاقل ومتزن بيرفير الايديال ريستوريشن. طب الاولد بيشنت ما هو نفس زي اليانج ايج كان نوت ستاند اللونج اوبريشن وده بيفضل الحاجة القوية يقول لك انا مش عايز اجي واروح كتير فبريفير سترونج ريستوريشن. يبقى ده بالنسبة للايج. قلنا اليونج والاولد ما بيقدروش كان نوت ستاند اللونج دينتال تشير سايد فاليونج ايج بيفضل الحاجة اللي لها مظهر بيفضل الاستاتيك. اما الاولد ايج فده بيفضل السترونج ريستوريشن لكن المعقول فيهم اللي هو الميدل ايج ده بيرفير الايديال ريستوريشن او السيوتابل ريستوريشن. طب البيشنت 6 انا عندي الميل طبعا بيرفير ايه؟ بيرفير اللي هو السترونج ريستوريشن لكن الفيميل بيرفير الاستاتيك restoration.
البيشن اوكيوبيشن. انا عندي الريجولار بيشن، البيشن العادي ده بنقول بريفير الايدر ريستوريشن اوف ريزونبل برايس، محتاج اللي هو الريستوريشن المظبوط بالسعر المعقول. لكن البابليك بيرسوناليتيز اللي هو الشعب العادي ده بيدور برضو على الاستاتيك ريستوريشن. يعني الريجولار بيشن اللي هو المريض العادي، المريض اللي هو المتوسط اللي هو الدخل، اللي هو الريجولار يعني المريض العادي. اما البابليك اللي هو الشعبي يعني اكتر، فاسك فور استاتيك ريستوريشن. طيب ايه كمان؟ الفيزيكال كونديشن اوف ذا بيشن اللي هو الفيزيكالي انستابل اند هاند كابت تو بيرفير شورت تيرم ريستوراتيف ريستوراتيف بروسيجر. ليه؟ عشان ما يقدرش يقعد، كان نوت ستاند لونج تشير سايد تاي، او ان بيفضل الاندايركت ريستوريشن عشان ما يقعدش. يعني احنا لما بيجي واحد بيعمل حشو ممكن انه بيقعد، بنعمل الكافيتي وبعدين بنحط البيز والسب بيز ونحط الريستوريشن، لكن هو ممكن يقول لك لا اعمل لي اندايركت ريستوريشن بحيث انك هتعمل بريبريشن وبتبعت الشغل بتاعك للمعمل، فبيفضل الاندايركت ريستوريشن. يبقى في الحاله دي اللي هي بتاثر بالفيزيكال كونديشن بنقول ان فيزيكالي انستابل اند هانديكابد prefer short term restorative procedures or indirect restoration. كمان لو عندي اللي هو ال educational and social condition of ايه، هل هو متعلم وهو الطبقة بتاعه ايه، هل هو طبيعي ولا هو من زي ما بنقول البابليك، ولا هو ممكن يكون مذيع او ممثل او غيره. كل دي بتاثر الادوكيشنال اند سوشيال كونديشن. فبنقول ادوكيتد بيشنت اسك فور الايديال ريستوريشن، الليس ادوكيتد بريفير الاستاتيك. الان ادوكيتد ده بيوافق على الاوبريتور decision زي ما الدكتور بيقول له بيوافق. يبقى عندي educated patient search for the most suitable restoration، لكن less educated ده برضو اللي هو مش متعلم قوي او نص متعلم، عايز المنظر، عايز prefer aesthetic restoration. لكن uneducated الرجل اللي هو ما مش متعلم خالص ده بيبقى زي ما الدنتس بيقول بيوافق، agree with the operator decision. المنتال كونديشن of the patient بيبقى عندنا psychic patient بتلاقيه نيرفس وعصبي، ويعني بيبقى التعامل معه صعب قوي. فبقول psychic patient cannot withstand treatment for a long time. عندنا البيشنز هابتس. البيشنز هابتس زي ايه؟ زي الناس اللي بتدخن سجاير، زي الناس اللي بتاخد الكحوليك، زي الناس اللي هي ممكن عندها بتعمل بايتنج على الهارد اوبجكت او عنده باروكسيزم، ممكن ان ده هيأثر على السليكشن اوف سيوتابل ريستوراتيف ماتيريال. فعندي هنا البيشنز هابتس. الناس اللي سموكرز عارف ان نوع الحشو بتاعي يبقى سفر فروم ستين، او الناس الالكحوليك اللي بيشربوا الكحول سفر فروم السولوبيليتي اوف دينتال، مش دينتال سيراميك يا جماعه لو سمحت طلعوها دينتال سيمنت. يبقى لو بعمل لهم كاست ريستوريشن هيعانوا من السولوبيليتي اوف الدينتال ليوتينج سيمنت. ايه كمان؟ ده البيشنت سفر فروم براكسيزم
بيبقى او بايتنج اون هارد اوبجكت لازم نيد هارد ريستوريشن. يبقى هنا السموكرز لازم اعرف ان هيحصل ديسكاليشن، اختار نوع زي البورسين اللي هو سهل ان هو يبقى يتنظف، او الناس اللي بتشرب الكحول ده هتبقى سفر فروم سولوبيليتي اوف ليوتنج سيمنت، يبقى اندايركت ريستوريشن هيبقى معرضه ان يحصل الديزولفنج لليوتنج سيمنت ويبدا يعمل لي مايكرو ليكج وديسكالريشن تحت الريستوريشن وريكرنت اوف جيرز. او الناس اللي هي بتعمل بايتنج على الهارد دينتال تيشو او بتعمل بايتنج على الارض على الفورين اوبجكت او بتعاني من الباروكسيز دي نيد هارد ريستوريشن. الايكونوميك كونديشن، والايكونوميك كونديشن دي ممكن بتاثر قوي، لان الويتس بيشن مفيش اي مشكله هيبقى عايز النوع الايدر ريستوريشن وزاوت لوكينج افتر البرايس من غير ما يبص للوزاوت giving any attention للبرايس. الاوردينري بيشن بيبقى محتاج للايدر ريستوراتيف ماتيريال والسيوتابل برايس، برضو البرايس بيأثر معه. اما البور بيشن فما بنقدرش نعمل له السيوتابل ريستوريشن الا يعني لو انا عايز اعمل له كاست جولد وهم معوش فلوس، فانا مضطر انزل لي ريستوريشن ويز انفيريور كواليتي، زي ان انا اعمل له بين ريتيند امالجم، ببدا اعمل له نوع معين من العلاج بحيث انه يبقى ويز اي ريزونبل برايس. يبقى هنا الويلث بيشن ان ممكن ياخد سيوتابل ريستوريشن ويز وزاوت النظر للبرايس. الاوردينري بيشن بيبقى عايز السيوتابل او الايدل ريستوريشن ويز ريزونبل كوست. اما البور بيشن فممكن ان احنا نضطر ان احنا نعمل له ريستوريشن ويز انفيريور كواليتي علشان يناسب البرايس. ودي دايما بقولها في الشابتر بتاع البين ريتيند امالجم، لو انا عندي بادل بروكن داون تيس وعايز احشيها وجالي العيان وقال لي قلت له والله انت عايز بورسلين كراون او عندي عايز كاست جولد كراون، فقال لي ما معيش فلوس، طب الحل ان انا اخلع له الدرس ولا احاول اشوف شيء بديل وان كان ما هواش اللي هو 100% بيبقى ideal for this case. فانا هنا بضطر ان انا اعمل له حاجة زي اسمها بين ريتيند امالجم، بحط بينز وبحط الامالجم، وحتى لو هو مش حقيقي يعني هوش permanent restoration for a long time او هيعدي وقت وممكن بعد كده اموره تتحسن ويعمل cost restoration. دي قلنا الفاكتورز ريليتد للجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. عندي تاني فاكتورز ريليتد تو ذا كونديشن اوف ذا اورال كافيتي. اول حاجه الاورال هايجين، انا لو عندي باد اورال هايجين هل ممكن العيان اعمل له كاست ريستوريشن اكلفه بورسلين او كاست جولد وانا عارف ان اليوتنج سيمنت تحت الاندايركت ريستوريشن في وجود باد اورال هايجين، يعني ان الاورال كافيتي بيبقى ويز هاي اسيدك بيبقى البي اتش بتاعه قليل فيبدا يعمل بيزود السولوبيليتي بتاع السيمنت ويعمل لي جاب ويعمل لي مايكرو ليكج والسيكل اوف مايكرو ليكج كلنا عارفينها اللي هي بداية من الهايبر سنسيتيفيتي والديسكالريشن والريكارنت اوف كيرز والاريتيشن اوف بالب، وبعد كده هيحصل لوزنس للريستوريشن. فالاورال هايجين قلنا ان هي بتأثر، وبقول هنا ان جولد اند سيراميك ار نوت وايز سيليكشن فور بيشنت ويز هيباتشوال ان كلين ماوسز. طب لو حطيت الامالجم، لا الامالجم
ممكن هيحصل له اكسسيف تارنيش اند كروجن. والكومبوزيت ريستوريشن ويل فيل اندر ساتش كونديشن، يعني لو عندي كومبوزيت وحطيته هيحصل ريكيرنت اوف تيرز او هيحصل المارجنال المارجنس بتاع الريستوريشن هتبدا يحصل فيها ديسكالريشن وهايبر سنسيتيفيتي وريكيرنت اوف تيرز، وكمان يحصل لوزنس للريستوريشن وممكن يعمل انفلاميشن للبطن. فبرضه الكومبوزيت ريستوريشن ويل فيل اندر ساتش كونديشن. طب لو قلت الامالجم، امالجم مي اندرجو بروجريسيف اند سيفير تارنش اند كروجن. امال ايه؟ ممكن الجلاس اينمر هنا ينجح؟ بقول جلاس اينمر كان بي يوز از تمبري اور بيرمننت ريستوريشن. لكن الصح في الحاله دي ان انا لازم اعمل تريتمنت لي كل الديفكتس اللي موجوده عند البيشن ده عشان اعمل اورال، اعمل امبروفمنت للاورال هايجين، لان الباد اورال هايجين زي ما انتم شايفين هيأثر في الديفرنت ريستوراتيف ماتيريال. فالاحسن ان انا اعالج البريدونتال ديزيز واعمل كلينج للاورال كافيتي، اعمل امبروفمنت للاورال هايجين، اقول له يستخدم التوث برش واقول له يستخدم الماوس رينز، يعني اقول له يحط فلورايد توبكال ابلكيشن. كل البريفنتيف ميجرز ممكن استخدمها واعمل معها السكيلينج ويجي يعمل فولو اب في العياده بحيث ان انا اعمل امبروفمنت للاورال هايجين. بعد كده اقدر احشي اي النوع اللي هو السيوتابل ريستوراتيف ماتيريال اللي يبقى مناسب الكونديشن بتاعه. بنقول patient with poor oral hygiene should improve and maintain their mouth is clean before the restorative procedure to decrease the periodontal inflammation that may affect restoration placement. تاني حاجة هتكلم عليها برضو هي مشابهة للأولانية اللي هي الكيرز اندكس. والكيرز اندكس لو أنا عندي زي ما بنقول في الرامبنت كيرز، الرامبنت كيرز اللي هي مالتيبل كيريس ليجن افكت لارج نمبر اوف تيس ان شورت تايم، وبيبقى البيشن بنقول يانج ايج، يعني بيبقى ان بيوبرتي اللي هو البيشن بيبقى حوالي 14 او 16 سنه، فبيحصل له حاجه اسمها رامبنت كيرز. وانا شرحنا قبل كده قلنا الرامبنت كيرز ما بعالجش الشيف كومبلين اول حاجه، ده انا بعمل اكسكافيشن لكل كيرز كيريس ليجن عشان اعمل امبروفمنت للاورال هايجين، فبستخدم الجلاس هينومال اللي بعتبره كنترول ريستوريشن. استخدم الجلاس هينومر از كنترول ريستوريشن، يعني بحطه لفتره معينه لما يحصل امبروفمنت للاورال كونديشن ببدا اشيل الجلاس هينومر واحط البيرمننت ريستوريشن بتاعي. فهنا في الكيرز اندكس بقول جلاس هينومر از ذا ماتيريال اوف تشويس از انترميديت از اي كنترول ريستوريشن انتل ذا كونديشن سب سايد. وديتكم مثال اللي هي الرامبنت كيرز. هنا الكونديشن اوف اوكلوجن، لو عندي مال اوكلوجن او عندي باد هابتس بتاثر على الاوكلوجن، المفروض ان انا ما بحطش ريستوريشن قبل ما بعمل كوركشن للكونديشن بتاع الاوكلوجن. يبقى لازم اصلح المال اوكلوجن، لازم اشوف الباد هابتس اعالجها قبل ما بعمل انسرشن للريستوريشن. فبقول هنا الكونديشن اوف اوكلوجن إن بنقول any bad habits or mal occlusion should be treated before the selection of the suitable restoration. بعالج المال occlusion، بعالج الأوكلوجن لو في أي مشاكل، بحاول إن أنا أتعامل مع الباد habits سواء الباروكسيزم أو سواء الكلينشنج على الكيس أو سواء بايتنج
بيلاقوا الناس اللي بيحبوا الحاجات دي كلها، يبقى دي should be treated before the selection of suitable restoration. كمان عن presence of metallic restoration، زي ما كلنا عارفين ان لو عندي two dissimilar metal هيعمل لي galvanic shock او هيعمل galvanism، والgalvanism between بيتكون short circuit of electricity between the two dissimilar metal اللي بيؤدي في النهاية للgalvanic shock وبيعمل لي corrosion corrosion products between the two metallic restoration. طب كده خلصنا الفاكتورز ريليتد للاورال هايجين. هبدا اقول فاكتورز ريليتد تو التوث تو بي ريستور. اولا البوزيشن اوف توث، طبعا الانتيرير تيث غير البوستيرير تيث. انتيرير تيث نيد استاتيك ريستوريشن، بوستيرير تيث ممكن بستخدم الامالجام والكاست جولد والسيراميك. انتيرير تيث بستخدم الريزن كومبوزيت والجلاس انمر والسيراميك. اللوزنس اوف ال كمان عندي في البوزيشن اوف تيس ده، انا عندي الابطمنت تيس فور فيكسد بريدج دي بستخدم فيها دايركت ريستوريشن، لو عندي سنه استخدمها از ابطمنت فور الفيكسد بريدج، ممكن ان انا بحشيها بالريزن كومبوزيت بجلاس اينومر بالامالج. لكن لو عندي ابطمنت تيس فور ريموفابل بارشال دينشر دي ما اقدرش احط فيها الدايركت ريستوريشن، ده انا بحط فيها كاست ريستوريشن. ليه؟ تو فاسيليتيت بريبريشن اوف اوكلوزال ريست سيت. انا بعمل اوكلوزال ريست، والاوكلوزال ريست دي بتبقى بعمل لها بريبريشن على السنه. فهنا في حاله الابطمنت تيس فور ريموفابل دينشر بارشال دينشر ما بستخدمش الدايركت ريستوريشن زي الامالجام زي الريزن كومبوزيت زي الجلاس انمر، لكن بستخدم الكاست ريستوريشن. ليه؟ لان ده هيساعدني في البريباريشن اوف اوكلوزال ريست سي. ده كمان انا لما بعمل ريكونتورنج للتوث بالكاست ريستوريشن ممكن بحط الكلاس بتاع الريموفابل دينشر على السيرفيس اوف ذا توث، غير لما اجي احط الامالجام ريستوريشن يبقى او الريزن كومبوزيت اثناء الموفمنت بتاع الكلاس وانا بطلع البارشال دينشر عشان انضفه او بعمل له انسيرشن، ممكن ياثر على الانتجريتي على قوه الريستوريشن الدايركت ريستوريشن اللي عندي زي الامالجام زي الريزن كومبوزيت زي الجلاس. ايضا الويزدم تيس ده برضو البوزيشن، هل الويزدم تيس ده سهل ان انا اعمل له ايزوليشن؟ لا، ده في difficulty in isolation، ان صعب ان انا في البوزيشن بتاع الوزن تيس ان انا اعمل له ايزوليشن. ولذلك وانا بحشيه يا بزنك فري امالجم، لان الزنك كونتيننج امالجم زي ما خدنا قبل كده هيعمل لي delayed expansion، او بعمل له cast gold. يبقى الوزدم تيس due to their difficulty in isolation better to be restored، اعمل لها restoration by zinc free amalgam، لان zinc containing amalgam هيؤدي لايه؟ الزنك هيتحد مع الاكسجين هيسيب الهيدروجين، الهيدروجين هيبقى collect inside the restoration هيعمل لي what is called delayed expansion بعد من 3 لـ 5 ايام. delayed expansion ده لو الدايركشن بتاعه towards the bulb هيعمل لي بين وديسكمفورت للبيشن، لو الدايركشن بتاع الاكسبانشن بتاعي towards the outer surface of the cavity او restoration هيعمل لي what is called blistering او amalgam blistering اللي هي فقاقع الهواء اللي بتبقى موجوده على الاوتر سيرفيس اللي هي بعد كده بتحصل لها بلاستنج بتنفجر وتعمل لي ايروجن في الاوتر سيرفيس. عندنا هنا اول حاجه قلنا التيس بوزيشن، ثاني حاجه تيس ويز سلايد موبيليتي. لو فرض ان انا عندي ساوند توث ما فيهاش اي مشاكل لكن فيها موبيليتي، فبقول ان انا
it is better to fix these things. يبقى وانا بختار السليكشن بتاع الريستوريشن بتاعي ده انا ممكن اعمل لها سولدرت كاست جولد ريستوريشن از سبلنت، يعني بربط اللي هي الموبايل توث اللي هي بدل ما هي بتبقى فيها لوزنس ده انا اما بعمل مثلا بريدج بقوم اخدها معايا وعملها از ايه ريتينر وبحطها مع الكاست جولد ريستوريشن. يعني ممكن ناخدها از ابارتمنت وبنثبتها مع البريدج بتاعي بحيث ان هي ما تتعرض ما يعني اثناء الماستيكيشن ما يزيدش اللوزنس بتاعها. فهنا لو عندي بنقول this with slight mobility and it's better to fix this things. هعمل لها fixation ازاي؟ ادخلها مع bridge او اللي هو بنقول with soldered cast gold restoration as splint. soldered cast gold او البريدج اللي انا عملته ده هيبقى splint للموبايل توس او اللوس توس. الفورم اوف ذا توث لو انا عندي اللي هو الابنورماليتي زي اللي هو بنقول عليها البيج شيب لاترال انسايزر. البيج شيب لاترال انسايزر ممكن بعمل لها ريستوريشن بفول كفرج استاتيك ريستوريشن، بركب عليها كراون اللي هو فول كفرج على اساس انه يصاب يعمل كوركشن بيج شيب. او المالبري مولر، مالبري مولر اللي هو اللي بيبقى هايبوبلاستيك مولر وبيبقى ده ممكن بيبقى مع السيفلس، ممكن بيبقى برضو عيب اللي هو حصل هايبوكالسيفيكيشن ديورينج الديفلوبمنت اوف التوث وده بنعمل فول كفرج ليه. عندنا الكونديشن اوف كلاسيفيكيشن الهايبوكالسيفايد تيس وز بيعمل لها او سيراميك ريستورج. هنا اتكلمنا عن البوزيشن اوف توس الانتيريور او البوزيرور او انها هتستخدم از ابارتمنت فور فيكسد اور بارشل. بعد كده اتكلمنا على التوس وز سلايت موبيليتي وقلنا ان انا بعمل سولدر كاست جولد restoration as a splint. بعد كده اتكلمنا على الفورم اوف توث شكل التوث واتكلمنا على البيج شيب لاترال انسايزر والمالبري مولر. بعد كده اتكلمنا على الكونديشن اوف كلاسيفيكيشن وقلنا الهايبوكالسيفايد ديز ويز فرايبل انام. هنتكلم الوقت على السايز كورونال بورشن. الكورونال بورشن اللي موجود عندي have a sufficient tooth structure to provide resistance or retention for the restoration ولا عندي badly broken down. ففي حالة grossly destructed coronal portion should يا إما بحاجتين extra means of retention زي البينز والبوست أو indirect restoration. يبقى في حالة إن أنا عندي badly broken down teeth وعندي grossly destructed coronal portion يبقى ده بلازم أعمل مقدرش أحط الحشو direct filling material عادي، بنقول it should be reinforced by extra means of retention، لازم أدعمها extra means of retention أو ان انا بعمل indirect restoration بعمل crown او engage. الفيتاليتي اوف فالف وده شيء مهم، بنقول ان المين ايم اوف restorative density is to preserve. ده حاجة مهمة ان انا لازم اتو protect and maintain الفالف vitality. in deep cavities احنا بنعمل ايه كلنا في deep cavities؟ بحط سب بيز من كالسيوم هيدروكسيد وبحط البيز بالزنك بولي كاربوكسيليت سيمنت وبعد كده بحط الريستوريشن.
طب لو انا عندي هايبريميك بلب، هايبريميك بلب يعني البلب في انفلاميشن، يعني الهايبريميا بلب هايبريميا يعني حصل سلايت انفلاميشن، حصل فازو دايليتيشن للارتريز اللي موجوده جوه البلب، ودي بنسميها ريفرسابل كيس، يعني ريفرسابل لو اتعالجت ممكن هيرجع البلب من يعني مش ريفرسابل يعني خلاص الانفلاميشن صعب انه يتعالج وبيمشي انه يبقى اكيوت ويعمل لي ابسس. لكن الهايبريميك ده لسه في بدايه الانفلاميشن، يا دوبك بيبقى فيه تشينج في البلد فيزل، بقول لك بيبقى فيه بازو دايليتيشن للارترز. الهايبريميك بلب او ده بيبقى ريفرسابل كونديشن، وده should be treated أو should be restored by temporary restoration. بحط temporary restoration عشان أعمل ده بيبقى بيهدي الحالة until the rotational condition is relieved. فبحط temporary restoration وبعد كده بحط permanent restoration. يبقى في الهايبريميك بلب should be restored by temporary restoration. ما اقدرش احط permanent restoration وانا عندي هايبريميك بلب. لامتى؟ until the rotational condition is relieved واقدر بعد كده احط permanent restoration. هنتكلم عن الفاكتورز related to the cavity to be restored. عندنا الاول حاجه كلنا عارفين السايز اوف ذا كافيتي، دي اسهل حاجه سمول اند ميديوم كافيتي، بستخدم فيها الامالجام ريزن كومبوزيت جلاس هايما. طب اللارج كافيتي ده ريكوير ان الريستوراتيف ماتيريال ماست بي اولا ايزي تو مانيبيليت، اند اف ذا كافيتي ان ستريس بيرنج اريا يبقى لازم بستخدم هاي ايدج سترينث ريستوريشن او بنستخدم great strength restorative material with great strength properties زي الامالجام as a and indirect restoration. يبقى هنا انا عندي size of the cavity the small and medium size cavity، بيبقى عندي بحشي بالامالجام resin composite glass هينما. لكن عندي في large cavities ممكن ان انا بستخدم في ستريس with اللي هي زي الاندايركت ريستوريشن زي الكاس جولد. اللوكيشن اوف ذا كافيتي، اللوكيشن اوف ذا كافيتي المقصود بيها انا عندي في كافيتيز في الاوكلوزال، في عندي كافيتيز في الميزيال كافيتيز روتيس، وعندي ستال كافيتيز اوف انتيريور تيس اللي هو كمان عندي الليبيا تيس، وعندي السيرفايكال كافيتيز في البوستيريور تيس، وعندي السب جينجيفال كافيتي اكوردنج لي البوزيشن اوف ذا كافيتي. انا لو عندي اوكلوزال كافيتي ايه الماتيريال؟ اوكلوزال كافيتي يعني عليها ستريسز عاليه، الماتيريال اللي ممكن تستحمل هنا اللي هي الميتاليك اور سيراميك ريستوريشن. طب عندي الميزيال كافيتيز ان انتيريور تيس، ميزيال كافيتيز ان انتيريور تيس يبقى ممكن تتشاف والعيان بيتكلم او بيتاوب او بيضحك، يبقى هنا لازم احط له استاتيك ريستوريشن. يبقى الميزيال كافيتيز ان انتيريور تيس السيوتابل بتاع الاستاتيك ريستوريشن. طب تالي كافيتيز اوف كاناين دي خدناها قبل كده وقلناها ان انا بحشيها او بميتاليك ريستوريشن زي الامالجام، لان هنا قلنا في الديستال سيرفيس اوف كاماين بيحصل كونسنتريشن اوف ستريسز، بتتجمع الستريسز اللي هي الشير والتنسايل والكمبريسيف وبتتحول لرابنج اكشن لفريكشن اكشن، بتتحول لاحتكاك بتوين ال two adjacent teeth، فيبدأ يحصل flattening يحصل wear للrestoration
ويغير العلاقة between الكاماين والبريمولا. ولذلك في distal cavities of كاماين المفروض ان انا بحط metallic restoration such as الامالجام restoration. طب لو انا عندي site of the cavity بيبقى في labial and cervical cavities in anterior teeth. Labial and cervical cavity in anterior teeth يعني easily to be seen by the naked eye, يبقى بديها static restoration. طب cervical cavities في posterior teeth ما هيش ظهر العيان، يبقى بحط فيها الامالجام او الريزن كومبوزيت او الجلاس ايضا. طب subgingival cavities يعني subgingival cavities، اشمعنى بقول subgingival؟ لان subgingival ما حطيت restoration ما كانش have a high surface hardness، ما كانش هنا انا بستخدم الكاست جولد اللي هو بعمله outside the oral cavity، او بستخدم السيراميكس او الجلاس ايونومر. الجلاس ايونومر هنا انا بستخدمه ان هو بيبقى ايزي في الابليكيشن، لكن ان انا لو عايز اقلل الريتيشن بعمل الكاست جولد اند سيراميك، لان السيرفيس بتاعهم بيبقى بايو كومباتبل مع الجينجر. لكن هنا احنا لما ذكرنا جلاس هينومر ان هو بيبقى ايزي في الابليكيشن وبيبقى كيميكالي بوندد مع تو ستراكشر، لكن بعد كده المفروض ان انا بعمل ايه؟ بعمل له فينيشنج بحيث ان يبقى عندي هايلي سموث سيرفيس. الاكسسبيليتي اوف ذا كافيتي، وبنبقى عندنا اللي هو السمول ماوس. ايه الاسنان اللي سهل ان انا هشتغل فيها؟ ففي سمول ماوس، ايش بري اند فيرست مولر ار مور اكسسبل، لكن السكند اند ثيرد مولر بيبقوا ديفيكلت الاكسسبيليتي. اخر حاجه هنتكلم عليها الفاكتور ريليتد تو ذا دنتس. فاكتور ريليتد تو ذا دنتس ان هو الدنتس شود بي هاف جود انفورميشن اباوت ذا بوبيوليشن. بوبيوليشن يعني الناس اللي حوالينا هم بيحبوا ايه، ايه الحاجه الجديده اللي بيحبوها. كمان ات شود هاف ا جود انفورميشن اباوت ذا كارنت افيلابل ريستوراتيف ماتيريال. لازم يعرف الديفرنت تايب of restorative material. A dentist should has adequate skill، يعني لازم يبقى عنده مهارة عالية. فبقول هنا a dentist should have a good information about the population، لازم يعرف الناس ايه وايه اتجاهات الناس والناس بتفضل. لازم يعمل should information ايه نوعه وايه الانديكيشن فور اتس يوز. يعني ان لازم زي ما بنقول ان انا بستخدم suitable restorative material in the in each condition، يعني لكل حالة ليها suitable restorative material. وهنا لازم بيدي للبيشن post operative instruction بعد ما بيخلص الايه الحاجة، يعني في النهاية إن successful dentist should satisfy his patient، لازم يبقى يعني مالي مركزه كده مع البيشن بتاعه. كده يبقى احنا خلصنا الشابتر بتاع selection of the suitable restorative material. السمري ده هنقراه اللي هو بيقول
ان احنا السليكشن اوف ريسيرش ماتيريال مي ديترمين السكسس اور الفيلير اوف ذا نورمال ريسيرش. ودي قلناها، وقلنا ان 40% من الفيلير اوف ريستوريشن بيبقى ديو تو الامبروبر سيليكشن اوف ريستوراتيف ماتيريال او الامبروبر مانيبيوليشن. وبنقول ان هنا الايدر ريستوراتيف ماتيريال از نوت يت تو بي فاوند، وقلنا ان احنا بنعمل ايفالويشن للكرنتلي افيلابل ريستوراتيف ماتيريال، وبعمل لها الريليشن ان ذا لايت اوف ذا كونديشنينج فاكتورز. يعني ان انا بعمل ايفالويشن لكل ماتيريالز عندي وبقارنها بالحاله، او بشوف الحاله اللي هي الكونديشن اللي هي الكافيتي اللي عندي بشوفها من ناحيه الفاكتورز ريليتد تو الجنرال كونديشن اوف بيشنت ريليتد لي اللي هو الاورال كافيتي للتوس للكافيتي، كل دي اللي هي الكونديشنز اللي ممكن تعمل موديفيكيشن للبلان اوف تريتمنت. يعني ان انا بعمل ايفالويشن ماتيريال، بعمل ايفالويشن للكيس اللي عندي، ومن هنا بقدر اختار السيوتابل ريستوراتيف ماتيريال. هنا بنقول ان انا لو الكونديشن اللي عندي زي ما بنقول الانكم، العيان ما عندوش فلوس انه يدفع، فبنقول ان انا بحاول اعمل موديفيكيشن للتريتمنت، بط الموديفيكيشن ده should never justify using material of inferior quality. يعني مش معنى كده ان انا اخد material with inferior quality ما هياش جيدة الا unless decided by the patient. patient هو اللي يقرر. انا بقول له والله انت عايز cost restoration، بيقول لي والله ما معيش البرايس ده، فبقول له هعمل لك been retained amalgam with inferior quality than the cost goal. هو اللي يقول لي طيب اعمل الكلام، مش انا اعمله من غير ما بعمل discussion للحالة دي with him. ان في الابسنس اوف ايدر ريستوراتيف ماتيريال، زي ما قلت لكم بعمل كومباينيشن اوف تو اور مور ماتيريال مي بي يوز. كده احنا خلصنا الشابتر بتاع السليكشن اوف ريسورس. هو شابتر سهل وجميل وهيفيدنا في الشغل بتاعنا كاوبتيف دينتس، ازاي اختار المواد وازاي اعمل السيوتابل ريستوريشن فور ايتش كيس. ان شاء الله هيبقى معادنا السبت الجاي في محاضرة بنفس المعاد. تمام؟ في اي اسئلة يا ولد؟ شكرا يا دكتور. مش الاسبوع اللي جاي اجازة؟ انا نسيت اقول لكم برضو، يمكن قلت في المحاضرة اللي فاتت، لا العملي على العملي على قد ما نقدر نخلص بدري، هم حالتين يتأيدوا ويتمضوا عليهم ويبقى عندنا الريكويرمنت بتاعتنا جاهزة. احنا هنفتح العيادة بيبقى كل يوم ثلاث ان شاء الله، لو رجعنا قلنا عمر هيبقى فيه الامتحانات، كل يوم ثلاث هيبقى فيه معاد ان احنا نبدأ فيه الامتحانات. الجاهز اللي خلص الحالتين او معاه اللي عايز يمتحن برضو من الممكن ان احنا نمتحن، بس هنشوف ان شاء الله بعد ما نرجع من الاجازة. لو الامور مستقرة هنبدأ على طول الامتحانات كل يوم ثلاث من الاسبوع، هناخد ايه الناس اللي جاهزة انها تمتحن. اي اسئلة يا ولاد؟ دكتور هو المطلوب منك عليه هلتين كومبوزيت. نعم هلتين كومبوزيت بس، يعني كومبوزيت امال جمر يخلص الفاينل يا دكتور، ينفع اي حاجه الفاينل اي حاجه، بس يعني ما حاجه تبقى انديكيتد يا اولاد، يعني مش اي حاجه، يعني
يعني ده المفروض ان احنا بنشتغل كلاس 2 وكلاس 4 والحاجات دي، بس احنا اهو بنقول ما بنلاقيش عيانين بنمشي. فيعني شدوا حيلكم كده وخلصوا. يعني اي اسئله؟ الاسبوع الجاي دكتور ولا في محاضرات جاي؟ ايه الاسبوع الجاي اجازه ولا في محاضرات في شغل؟ لا في محاضره، انا قلت في محاضره. طيب انا قلت في محاضره يوم السبت الجاي. تمام احنا بنكسب وقت يا ابني، احنا عايزين، احنا مش عارفين الظروف ايه. تمام يا دكتور. تمام السبت الجاي في نفس الميعاد هيبقى في محاضره، والمحاضره الثانيه اللي هي بقى الساعه 12 او حاجه برضه هتبقى موجوده ان شاء الله. تمام يا دكتور. طب يا دكتور بعد اذنك يا دكتور، حضرتك انا كان في محاضره الساعه 49 محاضره الجنرال كانت عندي. طب وحضرتك خليت المحاضره دي اثنين، يعني اثنين في محاضره واحده. ازاي بتقول لي كان في محاضره 49؟ محاضره عندنا محاضره جنرال سيرجري. فدلوقتي انا عندي وقت 8. اشوف جدولك هقول لك لسبب، ان احنا ده محاضرتنا دي من 9 ل 10 ونص، فالمفروض ما يبقاش من 9 ل 10 ونص. لا هي المفروض ان دي محاضرتين يا دكتور. ايه يعني محاضرتين ورا بعض؟ محاضرتين ورا بعض، وبعد الظهر محاضرتين ورا بعض. خلاص تمام. فشوف جدولك هتلاقي فيه حاجه لابسه عليك بس. خلاص تمام. ماشي ماشي. شكرا. العفو.